وللمزيد من التفاصيل حول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري باسم أبو العنين. باسم، ضعني في صورة أجواء الاحتفالات والمهرجان بتفاصيله. تحياتي إليك من مدينة العالمين الجديدة من أحد الشواطئ هنا في العالمين، حيث تبدأ اليوم استئناف الفعاليات الغنائية لهذا الأسبوع ضمن مهرجان العالم عالمين، والذي يمتد ل 45 يوما وينتهي في يوم 26 من شهر أغسطس الجاري. حفل اليوم الكبير تحييه الفنان ريهام عبد الحكيم والفنان الكبير مدحت صالح على أرينا العالمين، والتي تتجهز منذ يومين لاستقبال هذه الحفلات واستقبال الضيوف الذين سيحضرون هذه الاحتفالات. ولدينا بالغد يوم الجمعة الحفل الكبير الساهر للفنان حميد الشاعري والفنان الكبير محمد منير، وتنتهي فعاليات هذا الأسبوع الغنائية يوم السبت بحفل غنائي ساهر للفنانة إليسا والفنان تامر عاشور. يذكر أن مهرجان العالم عالمين المنعقد هذا العام في نسختها الأولى في مدينة العالمين الجديدة يمتد ل 45 يوما، ويتوقع أن يحضره أكثر من مليون من الزائرين من المصريين ومن الأشقاء العرب ومن جنسيات مختلفة تصوب نظرها نحو هذه المدينة الرائعة ذات الجو المعتدل والمناظر الخلابة، في مهرجان يضم الكثير من العروض سواء كانت عروض جوية أو ألعاب مائية أو عروض فنية وغنائية وتراثية في الممشى السياحي بالمسرح المكشوف إلى آخره من برامج هذا المهرجان المتميز. إليك. نعم، العالم عالمين إذن في مصر ومدينة العالمين الجديدة. أشكرك باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري.